أواصل مع دروس مادة الأصول، والدرس الذي بين أيدينا هو بعنوان الاجتهاد والتقليد، فما تعريف كل منهما وما مجالاته والأحكام المتعلقة به؟ هذا ما سنراه من خلال تحليل ومناقشة عناصر الدرس. المحور الأول سنتطرق فيه إلى تعريف الاجتهاد وضرورته وأنواعه. أولاً، تعريف الاجتهاد. فالاجتهاد لغة هو بذل الجهد والطاقة، بذل الجهد والطاقة في أي فعل كان. واصطلاحاً أو شرعاً هو بذل المجتهد وسعه في طلب حكم شرعي بطريق الاستنباط، فهو بذل المجتهد وليس أي كان، فلا بد من الإنسان أن يكون مجتهدا وأن يبذل وسعه وطاقته، يعني أن يستفرغ كل ما في وسعه. من أجل ماذا؟ من أجل طلب حكم شرعي لنازلة من النوازل، عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستنباط، أي يستنبط هذا الحكم ويستخرجه من القرآن والسنة النبوية. العنصر الثاني ضرورة الاجتهاد. ومن الضرورة نأخذ دليل المشروعية، فالاجتهاد ضرورة شرعية، وخاصة في عصرنا الحالي نظرا لكثرة التحولات والمستجدات في جميع مجالات الحياة، ما يدل على أهميته أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه ورغب فيه، حيث قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، رواه البخاري. إذا حكم الحاكم للمجتهد فاجتهد ثم أصاب في اجتهاده فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. ثالثاً، أنواع الاجتهاد. نميز في الاجتهاد بين نوعين: الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الفردي هو الذي يتعلق ويهتم بقضايا الفرد، أما الاجتهاد الجماعي فهو الذي يهتم بقضايا الجماعة، ونميز فيه بين ثلاث عناصر: قضايا محلية، قضايا إقليمية، ثم قضايا أممية. قضايا محلية وهي التي تمس حياة مجتمع بعينه، يعني أعرافه وعاداته وتقاليده إلى غير ذلك. ثم قضايا إقليمية وتمس حياة عدد من المجتمعات يتقاسمون نفس الأعراض والعادات، نفس الأعراف والعادات وغير ذلك. قضايا أممية وهي التي تمس حياة عموم الأمة الإسلامية، وهو ما نسميه اليوم بمجموعة من المجمعات الفقهية وغير ذلك. ننتقل الآن
إلى المحور الثاني وهو بعنوان مجالات الاجتهاد وشروطه. أولاً مجالات الاجتهاد، إن الوقائع والأحداث إن لم يكن فيها نص شرعي، يعني لم يرد فيها نص شرعي لا من القرآن ولا من السنة، فهي مجال واسع للاجتهاد. لماذا؟ لإيجاد حكم شرعي لها. أما إن ورد في شأنها نص من القرآن أو السنة فهذا النص ينحصر في أربعة أحوال: أن يكون قطعي الثبوت والدلالة، أن يكون ظني الثبوت والدلالة، أن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، ثم أن يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة. بالنسبة للعنصر الأول، أن يكون قطعي الثبوت والدلالة، فهذا النص لا اجتهاد فيه. لماذا؟ لأنه من حيث الثبوت فقد ثبت بالتواتر، والتواتر معناه أن يرويه جمع عن جمع من مبتدأ السند إلى منتهاه، يعني كل جمع يرويه عن جمع مثله. ثم قلنا لأنه منقول إلينا بالتواتر، كما أن دلالته لا يدخلها الاحتمال، بمعنى لا تحتمل أكثر من معنى واحد، لها معنى واحد. مثال ذلك آيات الحدود والقصاص، فآيات الحدود والقصاص قطعية الثبوت والدلالة، فمن حيث الثبوت فهي قرآن كريم، والقرآن الكريم كله متواتر، ومن حيث الدلالة فهي قطعية الدلالة لأن لها معنى واحد، وهذاك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ف100 جلدة ليس لها إلا معنى واحد وهي 100 جلدة. ب: أن يكون ظني الثبوت والدلالة، فإذا كان النص ظني الثبوت والدلالة فإن الاجتهاد يدخل فيه من الجهتين، من جهة ثبوته ومن جهة دلالته، وهذا لا يتصور إلا في الأحاديث النبوية. ثم أن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، فإذا كان النص هكذا فالاجتهاد يدخله من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت، لأنه ثابت بالتواتر. ومثاله لفظة القرء في القرآن الكريم، يقول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقروء جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء الفقهاء، فهناك من فسره بالحيض وهناك من فسره بالطهر. الشاهد عندنا هو تعدد المعاني، فليس له معنى واحد فيدخله الاجتهاد. العنصر الآخر أن يكون النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة، فيدخله الاجتهاد من جهة الثبوت، يعني من جهة السند، يعني هذا يتصور في الحديث النبوي الشريف. أما الدلالة فالدلالة لا يدخلها الاجتهاد لأنها قطعية، ومثالها أنصبة الزكاة في الأحاديث الشريفة، مثلا أنصبة المتعلقة بالحبوب ثم بالمواشي ثم بالنقود، فهي أنصبة محددة شرعا لا يدخلها الاجتهاد. ننتقل الآن إلى شروط الاجتهاد.
يشترط في المجتهد مجموعة من الشروط، منها المعرفة بالقرآن الكريم والسنة النبوية لأنهما المصدران الأساسيان للتشريع، فالقرآن في المرتبة الأولى تليه السنة النبوية، وخاصة معرفة آيات وأحاديث الأحكام وأسباب النزول وأسباب الورود وما إلى ذلك. ثم المعرفة باللغة العربية، لأن القرآن الكريم أنزل باللغة العربية على النبي العربي، فلا بد من معرفة اللغة العربية وما فيها من نحو وصرف وبيان وبلاغة وغير ذلك. ثم علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة، لأن التحليل والتحريم كل ذلك ينبني على مقاصد الشريعة. ثم مواضع الإجماع، يعني حتى لا يجتهد المجتهد بخلاف ما أجمع عليه الصحابة وغيرهم. ثم فقه أحوال الناس في جميع مجالات الحياة، لأن الأحكام الشرعية موجهة إليهم، وبالتالي ينبغي فقه أحوالهم. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، وهو بعنوان بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد. المسألة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بمثله، يعني إذا كان المجتهد حاكماً، إذا كان المجتهد حاكماً وقضى في مسألة بحكم معين باجتهاده، فلا يجوز له ولا لغيره نقض هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام ودوام العناد وعدم الوثوق بحكم الحاكم وما إلى ذلك. يشهد لهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحجرية: تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ومسألة الحجرية صورتها زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، فهذه المسألة طرحت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين. في المرة الأولى حرم الأخ الشقيق من الإرث لأن التركة استغرقها باقي الورثة، ولكن في المرة الثانية قام عليه الإخوة الأشقاء وقالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا ملقا في يم، أليست أمنا واحدة؟ فاقتنع بقولهم فورتهم جميعا. ومثالها أو صورتها بشكل عملي هي كما يلي: زوج، أم، أخ لأم، أخ لأم، أخ شقيق. إذن الزوج يأخذ هنا النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس لتعدد الإخوة، والأخوان لأم يأخذان الثلث لتعددهما وعدم وجود من يحجبه، والأخ الشقيق عاصب لأنه أقرب ذكر إلى الهالك. أصل المسألة من ستة، يأخذ منها الزوج ثلاثة، تأخذ من الأم واحد، ويأخذ منها الأخوان اثنان، واحد لكل واحد، بقي للأخ الشقيق صفر. فلا يعقل
أن يأخذ الأخ من جهة واحدة من جهة الأم واحد والأخ الشقيق من الجهتين يحرم فلا يأخذ شيئا. وهذه ولهذا فعمر بن الخطاب شرك الجميع في التولد، التولد يقتسم كل من الإخوة لأم والأخ الشقيق، ولهذا سميت بالمشركة. إذا نتابع مسائل متعلقة بالاجتهاد. قلنا ثانيا تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، فليس المقصود بتغير الفتوى تغير الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين، وإنما هو تغير التنزيل بتغير أحوال النازلة تبعا لما تقتضيه المصلحة، لأن المرونة والواقعية من سمات الشريعة الإسلامية، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات. وسبق أن رأينا في دروس سابقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرح عليه نفس السؤال، ولكن الإجابات كانت مختلفة باختلاف ظروف وأحوال السائلين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل نصا من النصوص القرآنية لظرف معين واستثنائي، وهو عام الرمادة، عام المجاعة، فلم يطبق حد السرقة لتوفر الشبهة، ولكن هذا لا يعني أنه عطله بالبتة، وإنما عطله لوقت وظرف استثنائي فقط. ثالثا الاجتهاد يتجزأ، يعني يجوز أن يكون العالم مجتهدا في بعض الأحكام دون أحكام أخرى، فالمجتهد المطلق لا وجود له بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عصرنا الحاضر حيث كثرت المستجدات والتخصصات وما إلى ذلك. العنصر الرابع المجتهد مأجور. فنظرا لأهمية الاجتهاد وحث المجتهدين على الاجتهاد، جعلت الشريعة الإسلامية للمصيب فيه أي في الاجتهاد أجران، وللمخطئ أجر واحد، كما أنها أي الشريعة الإسلامية جعلت للمجتهد جعلت المجتهد دالا على الخير، والدال على الخير هو كفاعله أي من حيث الأجر. ننتقل الآن إلى المحور الرابع وهو بعنوان التقليد. فماذا نقصد بالتقليد؟ التقليد لغة هو وضع الشيء في العنق محيطا به، ومن ذلك سميت القلادة لأنها تحيط بالعنق. واصطلاحا هو أخذ قول الغير من غير معرفة الدليل. ثانيا مجال التقليد. نميز في التقليد بين نوعين، التقليد الجائز والتقليد الممنوع. فالتقليد الجائز هو ما تعلق بفروع الدين ومسائل الاجتهاد النظرية، وهو جائز في حق من؟ جائز في حق العام. وماذا نقصد بالعام هنا؟ هو العاجز عن النظر والاستدلال بالنصوص الشرعية. ثم كذلك أن التقليد جائز في حق من؟ في حق العالم المحصل لبعض العلوم دون أخرى، ليس له دراية بالعلم الشرعي ولكن له علوم أخرى، فهذا كذلك يجوز في حقه التقليد.
النوع الثاني التقليد الممنوع، ويكون في ما علم من الدين بالضرورة كالواجبات الشرعية، وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك، أو المحرمات القطعية التي وردت في شأنها نصوص قطعية كتحريم الخمر وغيرها. ثم تقليد الآباء إعراضاً عما أنزل الله تعالى، وإذا قيل لهم، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ثم تقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلنا التقليد من تجهل أهليته للأخذ بقوله. ثم التقليد بعد ظهور الدليل على خلاف قول المقلد، فإذا ظهر الدليل فلا مجال لتقليد. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول، وغيره من العلماء: إذا صح الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط. العنصر الثالث وهو التلفيق، وله علاقة بالتقليد والاجتهاد. التلفيق، ماذا نقصد بالتلفيق؟ التلفيق هو تتبع الرخص بإطلاق، حيث يأخذ المقلد في القضية الواحدة بقولين أو أكثر تبعاً لهواه، ليصل إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد. قلنا تتبع الرخص بإطلاق، حيث يأخذ المقلد في القضية الواحدة بقولين أو أكثر، يعني وكان عليه أن يأخذ بقول واحد لأنها قضية واحدة، بقولين أو أكثر تبعاً وبناءً على هواه، ليصل في الأخير النتيجة حقيقة مركبة لم يقل بها أحد من العلماء. مثاله أن يتوضأ المقلد فيمسح شعيرات من رأسه تقليداً للإمام الشافعي رحمه الله، ثم بنفس الوضوء ثم يمس امرأة فلا يتوضأ تقليدا للإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، ثم يصلي بهذا الوضوء الذي لم يقل به أحد، لم يقل به لا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة. إذن ما موقف العلماء من التلفيق، أي من تتبع الرخص بهذا الشكل؟ ذهب جمهور العلماء، الجمهور، إلى أن التلفيق لا يجوز. لماذا؟ لأنه ميل مع أهواء النفوس وانسلاخ من الدين واستهانة بالأحكام وترك للمعلوم بالدليل إلى الخلاف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفقكم الله.